إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا قسيم له، وهو الواحد في صفاته لا مثيل له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فالتقوى شعار المؤمنين وظفار المتقين ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين. ثم أما بعد، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ها هي المدارس قد فتحت أبوابها في وجوه أبنائنا وفلذات أكبرنا، وها هم أبناؤنا ينتظمون في مدارسهم وأقسامهم وفصولهم، ولا بد لنا من وقفة، لأن هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأطفال هم عدة المستقبل، وهم علماء الأمة في غدها، وهم وعليهم المعول بعد الله عز وجل في تسهيل شؤون هذه الأمة وشؤون هذه البلاد بعد حين. ولذلك نجد أن الأنبياء والمرسلين جميعا كانوا يعتنون العناية الفائقة بالذرية قبل وجودها وبعد أن يهبهم الله عز وجل هذه الذرية، بل وتستمر عنايتهم ورعايتهم بذريتهم حتى عند الوفاة، حتى إذا أدركتهم الوفاة نجد أن أحدهم يؤكد ويحرص على معرفة عقيدة ومنهج أبنائه من بعده، كما حكى الله عز وجل عن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أدركته الوفاة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ الآن أراد أن يموت، أدركته الوفاة في سياق مرض الموت، فأراد أن يطمئن على معتقد وعلى مستقبل أبنائه، قال: ما تعبدون من بعدي؟ أي أنكم كنتم تعبدون الله في حياتي خوفا مني أو حياء مني، أما وإني راحل إلى الملكوت الأعلى بعد قليل، فما تعبدون من بعدي؟ فقالوا بالإجماع، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وما أشبهها من موت أيها الإخوة والأخوات، ما أفضلها، ما أفضله من موت أن يموت أحدنا وهو مطمئن على عقائده ومستقبل أبنائه، أن تموت وأنت مطمئن على عقيدة ولدك وابنتك. هذه هي رعاية الأنبياء والرسل بأبنائهم وذريتهم. أما عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهجه في تربية هؤلاء الأبناء والأطفال فحدثوا ولا حرج، لتروا أمامكم مدرسة راسخة الأصول متكاملة المناهج، مدرسة وافرة الظلام، مدرسة مانعة الثمار، فقد اعتنى عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأطفال الصغار
منا يا حضرات الإخوة والأخوات، من منا وهو يشيع أبناءه وبناته إلى المدرسة في اليوم الأول للموسم الدراسي تشيعه بهذا الدعاء فقاله: اذهب يا بني إلى المدرسة، أسأل الله أن يفقهك في الدين وأن يعلمك ما ينفعك في دينك وفي دينك ودنياك. اللهم فقهه في الدين وعلمه التهويل. فتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس حتى صار حبرا وبحرا للعلوم وترجمانا للقرآن العظيم، بل حتى قال مجاهد بن جبر وابو وائل وهما تلميذان ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وقف عبد الله بن عباس في يوم عرفه من بعد صلاة الظهر وهو يفسر سورة البقرة آية آية حتى غربت الشمس، فوالله ما تلعثم ولا توقف ولا تنحنح، فوالله الذي لا إله غيره لو سمعه اليهود والنصارى وهو يفسر سورة البقرة لأسلموا عن بكرة أبيه. تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هديه عليه الصلاة والسلام في تربية الأبناء تشجيعه لهم على طلب العلم وإفساح المجال لهم لمجالسة من يكبرونهم سنا، كيفسح لهم المجال مع الكبار وشجالس الكبار حتى يستفيدوا من تجاربهم ومن علمهم ومن خبراتهم. ومن ذلك ما يرويه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار نخلة، هم جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يعلم ويوجه ويربي، إذا بأحدهم جاء بجمار نخلة. جمار نخلة هذه صفائح بيضاء تستخرج من قلب النخلة يأكلها الناس وهي لذيذة الطعام. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم مما ادخلت هذه الجمره قال عليه الصلاه والسلام: ان من الشجر لما بركته كبركه المسلم، اي بعض الاشجار لها بركه كبركه المسلم. قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر الارض، كل واحد يشتكي. قال: فوقع في نفسي ان الشجره التي يعنيها النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله، فهممت ان اقول انها النخله يا رسول الله، لكني التفت حولي شفت حدايا فاذا انا عاشر عشره انا احدثهم، فاذا بي انا اصغر الحاضرين اصغر القوم، فاستحييت ان اجيب وان اتكلم بحضرتهم. فقال عليه الصلاه والسلام: انها النخله. ومن ذلك ايضا ما يرويه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخلني مع اشياخ مكه، اي يحضرني ويجلسني مجلس اهل مكه مع شيوخ المهاجرين والانصار ممن حضروا غزوه مكه، ولقد دعاني مره الى مجلسه فقال عمر، اي الحاضرين لشيوخ المهاجرين والانصار لاهل الحل والعقد لكبار الصحابه ومعهم ذلك الغلي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب: ما تقولون في قوله تعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا؟ فقال بعض الحاضرين: أمرنا، أي في تفسير هذه الصورة، أمرنا أن نحمد الله وأن نسبحه إذا نصرنا وفتح علينا. وقال آخر: لا ندري. ثم التفت عمر إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، أكذلك تقول أنت؟ أي توافق هؤلاء على تفسيرهم وعلى تأويلهم لهذه الآية؟ فقال عبد الله بن عباس وهو طفل صغير قال: لا يا امير المؤمنين، انظر الجرأة في الحق، لا يا امير المؤمنين،
فذلك علامة رجلك. فبماذا علق أمير المؤمنين عمر؟ قال: لا أعلم منها إلا ما قد علمت. أي لا أعلم من تفسير هذه الآية إلا ما قد علمت أنت يا ابن أبي عباس. أيضا ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ملاعبته، اللعب والمداعبة في التعليم. يداعب الأطفال الصغار ويلاعبهم قصد التعليم وقصد التدريب على الطاعة وعلى العبادة. ومن ذلك ما يرويه الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، أنا اسم مالك بن يقول يقال له أبو عمير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زارنا يقول لأخي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير تصغير لغة، وهو اسم لطائر صغير. كان عند هذا الطفل كان يلاعبه ويهتم به. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطفل يهتم بهذا الطائر ويعتني به ويحبه، أراد أن يشاركه في اهتمامه، أراد أن يسأل عن هذا الذي يهتم به وعن هذا الذي يحبه: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ وأيضا لذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وأيضا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، أن ابن عباس رضي الله عنهما بات ذات ليلة عند خالته ميمونة، بات عند ميمونة خالته أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. هذا يدلنا على بساطة البساطة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا ليس عنده إلا وسادة واحدة. فاضطجع عبد الله بن عباس وهو طفل صغير في عرضها، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته أم ميمونة في طولها. قال ابن عباس: فنام عليه الصلاة والسلام حتى انتصف الليل، أي حتى منتصف الليل، ثم استيقظ. انتبهوا، هذا الغلام الآن، هذا الطفل أراد أن
من المسجد لو فتح ما فتح من المدارس، فإن المسجد يبقى هو المدرسة الأولى ويبقى هو الجامعة الأم التي تنشر العلم وتشيع المعارف بين الناس، وليس هناك ما يمكن أن يؤدي هذا الدور الأمثل وهذا المقصد العظيم غير المسجد. وما تركبت الأمة وما أهيت وانتهيت علوم الشريعة ولا جفت منابعها حتى أغفل دور المسجد وأهمل دور المسجد، وأصبح المسجد عبارة عن عن هذه الصلوات التي تقام في المساجد، ثم ينطلق الناس بعد ذلك إلى دنياهم، وهذه ليست رسالة المسجد. ولعلنا أيها الأخوة والأخوات نشارك الشاعر الباكستاني المسلم محمد إقبال رحمه الله حينما عاتب الأمة الإسلامية على أنها أهملت المسجد وأغفلت دوره وجعلت منه زاوية للصلاة فقط. قال رحمه الله وهو يعاتب الأمة في مقطوعة شعرية يقول فيها: أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في اشتعالي، وأصبح وعدكم من غير نور ولا سحر يجل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين تلقين الغزال؟ منابركم علت في كل ساحة، أي مساجدكم بنيت في كل مكان، منابركم علت في كل ساحة، ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة العذاب بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ أين صوت من بلال؟ أين حضور الأبناء في المساجد؟ وأنا أتكلم عن علم، وأنا فوق المنبر الآن أشاهد كل من في المسجد بحمد الله. أين أطفالكم؟ أين أبناؤكم؟ واش حنا عاقلين كنا مع أبناء أولاد؟ أين الأطفال الذين أراهم الآن في المسجد؟ واحد، اثنين، ثلاثة. أنا كشف عدد الأطفال في الآلاف ولا أكثر يا الناس. أنا أعتبر أن هذه نكسة، نكسة. أنا أعتبر أن هذه المصيبة أم المصائب، أم الدواري، ألا يأتي أبناؤنا إلى المساجد. وقد تألمت والله بالأمس تألمت وأنا أراقب استعمال الزمن لولدي
لا يصح. وهذا الحافظ بن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تتبع هذه الأحاديث وخاصة الحديث المشهور على أسئلة الناس والمنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله جنبوا صبيانكم المساجد. قال رحمه الله تعالى بعد أن أطال النفس في نقد هذا الحديث قال في الأخير هذا حديث لا أصل له. إن ابني
يعني باش تفهم السجود حتى يقضي حاجته من الركوب. ايضا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فوق منبره فوق منبره يوم الجمعه يخطب في الناس فنظر الى الباب الى باب المسجد فراى الحسن بن علي اكبر ولد علي رضي الله عنه راى الحسن بن علي فقطع الخطبه اللهم إنا